يبدو أن الهند تحاول أن تبني علاقات استراتيجية تجارية وأيضا علاقات دبلوماسية أكثر قوة مع منطقة الخليج وتحديدا دولة الإمارات التي كان لديها تواجد استثماري كبير في وقت سابق على أراضيها، ولكن الهند تتوسع نحو المزيد من الاستثمارات ويبدو أنها ستكون في صدارة الدول الاقتصادية الكبرى وتتنافس مع الولايات المتحدة الأمريكية والصين في ترتيب عملية التجارة البينية مع هذه الدول. الزيارة الأخيرة للرئيس الهندي إلى دولة الإمارات أثمرت عن عدة اتفاقيات كان على رأسها تنشيط عمليات التبادل التجاري والمدفوعات بالعملات المحلية بين الدرهم الإماراتي والروبية الهندية. هذا اللقاء كان طبعا بين رئيس الإمارات محمد بن زايد ورئيس وزراء الهند ناريندا مودي، وكانت المذكرات التي تمت الاتفاق عليها باستخدام العملات المحلية في المعاملات عبر الحدود وربط أنظمة الدفع والمراسلات المالية، وخاصة إذا تم إنشاء شبكة خاصة لعمليات التبادل المصرفي. أيضا هنالك اتفاقيات من أجل قبول المتبادل بمنظومة البطاقات المحلية في كلا الدولتين وخدمات الدفع للمواطنين والمقيمين في كلا البلدين، مع التذكير بأنه نسبة كبيرة جدا من الهنود موجودين في دولة الإمارات وخاصة بعد جائحة كورونا ومرور الهند بأزمة اقتصادية كبيرة عندما تفشى فيها المرض والفيروس، إذ لجأ الكثير من كبار أصحاب الثروات إلى دولة الإمارات وتم تسيير الكثير من الرحلات الجوية في تلك الفترة إلى الإمارات من أجل الهروب بتلك الأموال للاستثمار فيها. وهنالك محاولات من أجل إعادة المستثمر الهندي إلى أراضيه مع تقديم كل الامتيازات والصلاحيات له للعودة من جديد. عمليات التبادل التجاري تقف بين نمطين، سلعي معتمد على كل أنواع السلع وآخر نفطي. فإذا ما تحدثنا عن أكبر شريك تجاري للهند، تقف دولة الإمارات في المرتبة الثالثة، بينما تعد الهند هي ثاني أكبر شريك تجاري للإمارات بحجم تبادل تجاري يصل إلى 85 مليار دولار سجل في العام 2022. التجارة غير النفطية لوحدها تصل إلى 50 مليار دولار، وتستهدف أن يتم مضاعفتها إلى 100 مليار دولار بحلول العام 2030. وتم رفع التبادل التجاري منذ اتفاقية الشراكة في مايو 2022 لتنمو بحدود 15%. إذا ما نظرنا اليوم لطبيعة الاستثمارات بين الهند والصين، فدعونا نلقي نظرة بداية بين تعزيز هذه الاستثمارات الثنائية. طبعا في العام 2022-2023 صار عندنا نمو كبير جدا في تعزيز الاستثمارات مقارنة بالعام 2021-2022، كان لدينا سابع أكبر مستثمر من الإمارات لتأتي إلى المرتبة الرابعة أكبر مستثمر في الهند. نتحدث عن استثمارات إماراتية في الهند تصل إلى 36 مليار و600 مليون دولار عن طريق تقديم الخدمات المالية. قطاع العقارات واضح لدينا الاستثمارات الكبيرة فيه، والطاقة المتجددة بكون الهند أرض خصبة جدا لتمثيل الكثير من المشاريع المتعلقة بالطاقة المتجددة على أراضيها. تم إنشاء المعهد الهندي للتكنولوجيا في دلهي بين دلهي وأبوظبي، وبدأ العمل بالمعهد أو سيبدأ العمل بالمعهد في أبوظبي في يناير من العام 2024. وهنالك استهدافات كبيرة جدا أيضا لما يسمى بالقطاع الأكاديمي التعليمي لبناء الكثير من الجامعات الهندية المرموقة في دولة الإمارات.